شوف خالتي تقبض دقيقه خالتي ما يصلح ما والو قلنا لهم نظموا رواحكم ما حبوش ينظموا رواحهم ما كنتوش الغاش ما حبوش ينظموا رواحهم ما حبوش ينظموا رواحهم ما حبوش ولا ما حبوا ينظموا رواحهم احنا جبنا لهم دقيق وقلنا لهم عيروا رواحكم بلا عقل ومنا وما بغاوش هاك تشوف فيهم برك اقسم بالله ما بغاو بغينا قلنا لهم يا ناس نظموا رواحكم بركه الناس كل تدي شكاره 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 ورانا خاوه ياك تشوف اخويا الناس ولات تقبض دقيق وما يديروش لها والمشكله فينا ماش في الدوله المشكله فينا ماش في الدوله هي المشكله فينا ماش في الدوله هاك تشوف الناس كيف تقبض دقيق ها الناس تقبض دقيق قولوا تاعنا هاك تشوف هاك تشوف هاك تشوف الناس كيف تقبض دقيق ها وشعب كاروبيرا ماني قلت لكم بالبلاعق نظم رواحكم برك تديوا خاوتي والله تديوا بكل ومازالوا فرغوا الكباين هذا نزيدوا نروحوا نجيبوا كباين اخرين ما تقبضوش ما تقبضوش ربي يعيشكم اخوتي اكسر الناس كنت تقبض دقيقه يا خويا كيف راه نديروا حنا برك كيف راه نديروا هي توعاو اخوتي توعاو برك ديروا لاشان اخوتي ورانا بكل نستفادوا بكل نستفادوا من الامراض ونتعاملوا بكل نسنغروا من برا قاعدين هاك شوف 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 ما تصلحش والله ما تصلح والله ما تصلح نعيمه دوك تدي دقيقه نعيمه دوك تدي نعيمه خويا يا هنا اي دوك بدهم لك هاكا زوجي وكليك مع البوليسي الشعب هذا خالتي ها لا اله الا الله محمد رسول الله ها شوف الشعب هذا خالتي شوف شوف أصالحة 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 أصالحة